السلام عليكم من جديد أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا معكم في هذه التغطية حول عملية بركان الغضب. معي في هذه الساعة من التغطية السيد محمود إسماعيل، باحث في الشأن القانوني والسياسي. السلام عليكم سيد محمود. لكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم وأهلا بالجميع وأهلا بالبراطبين في الميدان الذين يكتبون بدمائهم ما عجزت السياسة على كتابته في كثير من الأحيان، لأنهم فعلا أثبتوا للعالم أنهم هم السياسة وهم القادرون على إنقاذ ليبيا من براثن هذا الطغيان. وألف شكر لأمهات الشهداء ولذويهم ولأهلهم، أولئك الأبرار الذين حقيقة ارتفعت أرواحهم لإعلاء كلمة الحق وللعدالة وللخير وللديمقراطية ولكل شيء نبي الله. نعم أحسنت سيد محمود، والحقيقة ربما الآن الجيش الليبي يشن هجوما عنيفا من عدة محاور على مطار طرابلس العالمي، وكذلك قصر بن غشير، وأيضا سلاح الجو الليبي ينفذ ضربات جوية ضد تمركزات ميليشيات حفتر في محور قصر بن غشير أيضا. وهناك كثير الحقيقة من جهود قوات الجيش الليبي دفاعا عن المدنيين ودفاعا عن الدولة المدنية والخيار خيار ثورة فبراير. دكتور محمود، قبل أن لعل نريد منك قبل في بداية هذا اللقاء، وأيضا انضم إلي الآن السيد إسماعيل المحيشي المحلل السياسي، نرحب به أولا. السلام عليكم سيد إسماعيل. أهلا وسهلا، طيبة لك وللضيوف والمشاهدين والمتابعين. مرحبا بك سيد محمود إسماعيل. بداية نريد منك تعليقا حول زيارة السيد فايز السراج لبروكسل، وهناك ربما اجتماع لقوات أو حلف الناتو، وقبل ذلك كانت أيضا زيارة غسان سلامة لبروكسل. نعم، دعني بداية أقول كلمة وبشكل واضح بأن من يطمعون السياسة هم رجال الميدان أو الميدانين، ميدان الشهداء وميدان الكفاح، والرجال الذين حقيقة يكتبون بالدماء ما لا يستطيع تغييره بالحبر. ونهاية أو بداية يجب القول بأن الدول الغربية لديها خيارين لا ثالث لهما، إما الوقوف مع الشعب الليبي وإما إعادة صناعة الدكتاتور. والواقع أنهم عندما شعرت هذه الدول أن معركتها مع حفتر ومشروعها يقصد بعض الدول قد هزم عمليا، الدول التي تبحث على مصالحها عن طريق بعضهم حاليا من خلال وقف إطلاق النار وإطلاق جزء من الرنانات بأنهم ضامنون من أجل أن يكون هناك استمرارية لمشروعهم واستمرارية لحفتر، وبالتالي إعادة زراعة سرطان في المنطقة الغربية لليبيا لا وهو حفتر. إن حفتر والدولة الليبية شيئان لا يجتمعان أبدا، وعلى العالم أن يختار بين أن يساعد الليبيين في الوصول إلى الديمقراطية والاستقرار وحكم القانون والعلاقات المتوازنة، وأن تكون ليبيا شريكا للعالم في محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار العالمي وتجديد منابع الهجرة غير الشرعية وفتح أبواب التعاون الاقتصادي وإعادة إعمار ليبيا من جديد، أو المساهمة في حقيقة من أجل إعادة صناعة دكتاتور فاشل حاول قدر أن يكون إلا يفرض نفسه على الليبيين من أجل أن إما أن يدعو العالم إلى إمكانية يتم تخليصهم من هذا الدكتاتور، وإما فليترك الأمور وشأنها. الليبيون قادرون على كتابة التاريخ، وبذلك هم حاليا يسطرون أروع الملاحم وراهنوا على إمكانية أن يكون هناك مشروعا ديمقراطيا ودولة مدنية وآليات لعملية حفظ الأمن والسلام واستقرار ليبيا واستقرار العالم، والليبيون قادرون على ذلك بإذن الله. ومن أجل ذلك كذلك على الساسة أن يدركوا أنه هناك واقع عملي يكتب حاليا بالميدان لا يمكن أن تتغيره أراوق السياسة. الغرب حقيقة في معظم دوله لم يقف مع الليبيين في آخر المطاف، وقف معهم مع القذافي وحاولوا إنهاءه، ولكن ها هو البعض من دوله يحاول إعادة صناعة الدكتاتور وعلى رأسهم فرنسا، وكذلك محور الشر ابتداء من الإمارات العربية والسعودية ومصر التي تقتل الليبيون كل ليلة من خلال طائرة بدون طيار، تقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتفزع الليبيين وتحاول قدر الإمكان نشر الفتن ما بين الليبيين. وأما الواقع العملي الذي يجب أن يعيه وهي رسالة
واضحة إلى السراج بأنه ليس من صلاحياته وليس من صلاحيات المجلس الرئاسي وليس من صلاحيات أي كان في أن يفاوض على الليبيين في إيقاف إطلاق النار ما لم تنتهي هذه الجرثومة المسمى حفتر وينتهي مشروعه وتنتهي العصابة وتتوحد ليبيا. لا بد من الاستمرار. طيب يا سيد محمود. سيد محمود، الآن ربما في هذه اللقاءات التي عقدها فايز السراج في بروكسل وربما أيضا قبله كان غسان سلامة، يعني ماذا تتوقع من موقف حلف الناتو والاتحاد الأوروبي من هذه الأزمة؟ لازلنا نسمع عملية إطلاق وإيقاف إطلاق النار فقط ودون أي رد فعل عن قصف المدنيين والجرائم التي يقوم بها حفتر كل ليلة. انني اشتم من الناحيه هذه الاجراءات مع امور خطيره وخطيره جدا. بدايه انهم يحاولون قدر الامكان الاستبراد بالسراج من اجل العمل على امكانيه بطريقه او باخرى ايقاف اطلاق النار دون ان يكون هناك انسحاب، وبذلك ترك خنجر مسموم في بحر الليبيين الا وهو الجاسوس حفتر. ثم ثانيا انه ربما يحاولون قدر الامكان رسم ملامح بإمكانية أن توجد خطوط فصلة بين القوات ومن خلالها يتولى حلف الناتو إمكانية فرض سياسة الأمر الواقع أو محاولة مراقبتها أو استخدام عناصر القوة. إن هذا يدل على ضعف ولكن لا يمكن قبوله. هؤلاء لا يعرفون إلا مصالحهم. رائعة تلك الرسائل التي أرسلها وزير الاقتصاد ووزير الداخلية وغيرها من الرسائل المهمة والمهمة جدا، لأنهم لا يعرفون إلا لغة المطالع ابتداء من تتهى من توتال وغيرها. نعم لمراجعة العقود ونعم لكل الإجراءات من أجل حفظ ليبيا واستخدام كافة الأسلحة من أجل حفظ شعبها وأمنها. هؤلاء لا يريدون إلا هكذا، ولذلك إمكانية حتى مجرد نقاش إيقاف إطلاق النار قبض القبض على حفتر وخليبه للعدالة وإحالة ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية كله عبث لا يؤدي إلى استمرارية لنفس النتائج. نحن جربنا سنين طوال بالتعايش معه ولكن هذا أمر يعتبر شبه مستحيل، وعلى الليبيين أن يدركوا أن إمكانية الاستعانة وعمال إمكانية أن يتم التعايش مع هذا يعتبر أمر مستحيل استحالة مطلقة. لا بد من أن يتم تقديمه للعدالة وإعدامه كما تم إعدام الدجال السابق القذافي وعصابته. هؤلاء يرقصون أيضا اللاعبون والذين يحاولون قدر الإمكان من المطبلين لهم. هؤلاء حقيقة خانوا وطنهم وخانوا ضميرهم وخانوا بلدانهم. لماذا كل هذا؟ هم لا يدركون حقيقة هذه الدماء التي تسيل. الذين يدافعون على ليبيا ويدافعون على شرف ليبيا والذين يدافعون على وطنهم وعلى الديمقراطية، ها هم حقيقة هم الجيش الحقيقي الليبي الذي يدافع بكل قوة من أجل ليبيا ومن أجل الحق ومن أجل الخير ومن أجل العدالة. هؤلاء هم الذين يكتب له حقيقة تاريخهم من نور ساطع. عم أولئك المرتمون والذين يحاولون أيضا نشر فتن أو محاولة قدر الإمكان الالتهاء أو رسال بيانات وشعارات طنطانة لا تسمن ولا تغني من جوا. نعم إنها فعلا كذباب ليس حقيقة، ربما يتعافه النفوس ولكن الواقع العملي ليبيا مقبلة غير مقبلة وستنتصر بإذن الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الواقع أن الرسالة التي يجب أن يعيها الجميع أن قبول ووقف إطلاق النار تحت أي ظرف يعتبر خيانة لدماء الشهداء وليبيا لا يمكن إلا أن تكون دولة موحدة وستكمل الثورة وينتهي تكوين أيضا أي كابوس أو طغيان سواء كان حفتر أو غيره فكلهم إلى مزبلة. طيب ابقى معي سيد محمود اسماعيل. السيد اسماعيل المحيشي ربما في نفس الموضوع، الآن دائما مثل هذه اللقاءات التي والزيارات التي يقوم بها فايز السراج تخرج تصريحات بإيقاف إطلاق النار ولا تخرج مثل تصريحات إدانة لقصف المدنيين ولا لجرائم الحرب التي يقوم بها حفتر التي هي مثبتة بالأدلة وحكومة الوفاق يعني راسلت الجهات المعنية بكل هذه الجرائم التي قام بها حفتر. أكيد الصمت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول الكبرى عن هذا العدوان هو دليل واضح على دعمهم لهذا العدوان. هناك بيانات وهناك قرارات من مجلس الأمن والأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي كلها تؤكد دعمها لشرعية اتفاق السياسة المبرم في الصخرات وحكومة الوفاق. لكن للأسف هذه حقيقة العالم اليوم وما يمر به العالم وهي ازدواجية معايير. أحيانا يقولون حكومة الشرعية هي حكومة الوفاق برئاسة السيد فايز السراج ثم تجد المستقبل في خليفة أفتر
ولا الطرف المؤيد لخليفة حفتر كأنه طرف سياسي، مع أنه هو مع العلم أنه هو ارتكب الكثير من الجرائم لمدة أربع سنوات، وهو منقلب عن الشرعية وهو ساك حقوق الإنسان، ولم يعترف حتى بشرعية الإعلان الدستوري ولا باتفاق السياسي الصغيرات. لكن مع كل ما حدث، وجود السيد سراج في هذه المحافل هي نقطة مهمة وخطوة مهمة لوضع نقاط على الحروف ولإرسال رسائل مهمة لهذه الأطراف الدولية التي تربطنا نحن معهم شراكات اقتصادية ومصالح تجارية. نعم العالم تخلى عن ليبيا ولم نشاهد مساندة حقيقية إلى حد هذه اللحظة، لكن وجود حكومة الوفاق في هذه المحافل وفي هذه اللقاءات قد تغير المشهد السياسي. لا أتوقع أن العدوان هذا سيستمر كثيرا وسيقف العالم هذا الصمت، لأن هذا العدوان ستكون تأثيراته بليغة حتى على الدول المطلة على البحر المتوسط وبالذات دول الاتحاد الأوروبي. طيب يا سيد إسماعيل، يعني الآن غسان سلامة يعني في على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل صرح بقوله بأن الوهم، يقول هكذا، أن الوهم الذي كان قائما قبل 5 أسابيع قد زال الآن، هناك مأزق عسكري. وقال أيضا أن ليبيا ضحية دول الجوار لكنها في الوقت نفسه خطر على هذا الجوار. يعني الآن هل شعر بأن غسان سلامة الآن بفشل حفتر بدخول العاصمة، وبالتالي يرى أنه لابد من إيجاد مخرج آخر ربما كان ينتظر في دخول حفتر، ولكن قد خاب أمله وزال الوهم كما يقول منذ أشهر، ونحن نقول أن غسان هو يدير الصراع في ليبيا، هو المتضرر الأول والأخير لهذه وهذه الانتخابات التي تمر على الشعب. باعتذاره كانت عليها ومقادف للعملية السياسية ودعم المؤسسات في ليبيا، لكن ثلاثة كان هو الحاكم للدولة الليبية، وكنا نقولها مرارا غسان سلامة يتصرف كأنه هو الحاكم الفعلي، أنت كنت حكومة وفاق إصلاح الدولة ولا مجلس نواب. بالعكس نشاهد الميزانية لابد تعتمدها البعثة المتحدة، الترتيبات الأمنية لابد غسان سلامة أن يكون موجود فيها، الإصلاحات الاقتصادية لابد أن تكون البعثة موجود، وكذلك السفراء. نحن من سلمنا ليبيا لهذه، من كان علينا أن نتوحد وأن نكون فريق، وأن نحن في حاجة لبعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتقف معنا، لا أن تكون هي فترة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وحدث ما حدث في ليبيا، السيد غسان سلامة سورية قانونية والإجرائية، لكن تبقى بعثة الأمم مثل آراء الدول الكبرى في مجلس الأمن، والسيد غسان سلامة لا التصريح به إلا من خلال مجلس الأمن. لكن النقطة الأهم، سلمنا نحن هذا اللي بعثة ربما الصوت يتقطع. سيد إسماعيل محشي سأعود إليك. سيد محمود إسماعيل، شاهدنا البارحة قصف عشوائي طال بلدية تاجورة ونتج عنه إصابة طفلين وامرأة، يعني مثل هذا، وهذا كان في منطقة الجفينة بغوط الرمان، يعني مثل هذه الجرائم تتكرر ولا نجد رادع لهؤلاء هذه العصابات، وفي نفس الوقت تقوم لا تتورع بقصف مواقع مدنية وبيوت ناس آمنين. يعني هي ليست المرة الأولى، ولا أعتقد أن من هذا المجرم قبل أن يلقى حد فهو وعصابته لن تكون الأخيرة. والمعتدي علينا حقيقة شركاء، سواء كان منهم من الداخل أو من الخارج، ومن الخارج هي دولة الإمارات ومصر والسعودية وبشكل حقيقي وموثق، ولذلك لزاما القول حتى بدون أن يكون نوع من الخضاب الرنانة بقدر الإمكان، يجب أن يكون هناك وضوحا، تتجه لجنة قانونية من أجل العمل على توثيق هذه الإجراءات والعمل على التوجه إلى المحاكم الدولية من هذا الجانب. الجانب الثاني، على الليبيون أن يستعدوا في الرد على هذه العدوان السافر من هذه الدول على الليبيين. هؤلاء حقيقة لا يعيشون ولا يلغون إلا في دماء الليبيين، ففي كل ليلة يقتلون أبنائهم وذويهم وأهلهم، ولم يذهب إليه
يأتيهم الليبيون في بلدانهم، إنما يأتون بطائراتهم وبعنجهيتهم من أجل العمد على فرض سلطتهم أو سلطانهم، وهيهات هيهات لما توعدون. الواقع العملي أنهم يريدون أن يكون الليبيون عبيدا لهم، وهذا غير ممكن. فليبيا أكبر منهم حجما وأكثر تاريخا وأكثر قدرة، والليبيون بإذن الله منتصرون. لن تستطيع الإمارات ولا مصر ولا غيرها من الدول إركاء الليبيين. الليبيون لا يسجدون إلا لله، ولا يستطيع أحد أن يجبرهم على غير ما يريدون. وهم يريدون طريقا واضحا، لا لحكم العسكر ولا لحفتر ولا لعصابته ولا لشردمته ولا لبقايا فلول العصابة الجذافي الأولية. هذه استكمال لمعركة 17 فبراير، ويجب أن تستمر وبكل قوة. لا بد من إعلان الهزيمة الكاملة واستمراريتها، لأن هي ما لم تنتهي بشكل كامل نحن سنكون أمام استمرارية لنفس المشهد، واستمرارية لنفس الإشكال والمعاناة للمرة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا دوليك. لا بد من العمل القبض على حفتر وتجريمه دوليا، والعمل على محاكمته محليا ودوليا. يجب العمل على إيجاد شريك بالمنطقة الشرقية موجود، منهم الكزة ومنهم سيد سليمان العبيدي ومنهم كثير من رجال الشرق. لا بد من وجود شريك ليكون يؤمن بالديمقراطية ولا ينتمي للفكر الدكتاتوري. لا بد من العمل على أن يكون هناك توضيح للمسؤولية الجنائية على هذا القتل وهذا الدمار وهذا الذي يخلف ميليشيات حفتر من كل ما تأتي حوله وما تقترب منه، أو هذه الطائرات المدمرة. لا بد من ضمان أن يكون هناك إشراك حتى الذين انتقبوا بمدينة بنغازي ومدينة درنا وغيرها من المدن، وتم استبعادهم من قبل هذا الطاغية الجاسوس حفتر. يجب أن يكون هناك ضمانات دولية فعلية باستمرارية النهج الديمقراطي السلمي وأن تنجح ليبيا. يجب أن يكون هناك تبرأ من المدن من هؤلاء الذين يقتلون. هناك من الجابية ومن بنغازي. سيد محمود، حفتر لا يبالي بعدد القتلى من الطرفين، من ما داموا ليبيين. حفتر لا يعني الا بنفسه ولا يسبح الا لذاته ولا يعبد الا ذاته ولا يعبد لاولاده، ولذلك هو يريد باي ثمن من الاثمان. ولكن هو يا سيد محمود وهما بان يعدهم بيعد بما لا يملك، لمن لا يستحق بان يعطي للمصريين ب10 مليون مصري من اجل دخولهم الى ليبيا لاستيطانهم، نوع من الرشوه المباشره لمباشره الرئيس المصري من أجل أن يساعده في حربه الخاسرة، ويثبتون ويدركون أن هذه الحرب سوف لن تنجح. يجب أن يكون هناك وضوح بأنها سوف لن تنجح. أيضا على حكومة الوفاق أن تسعى جاهدة على إحضار أجهزة للتشويش وإسقاط هذه الطائرة، والعمل على ترتيب إجراءات مع هذه مبعاد الدول حتى ولو أدى للتعاقد معها. هذه الدول الصديقة يجب أن تساعد الليبيين في الشدة. لا نريد صفقات في الرخاء، أما في الرخاء فكثيرون، وأما في الشدة فيجب أن يكون هناك أيضا وضوح. يجب العمل على توفير كافة أنواع الذخائر والإجراءات، ويجب أن يكون هناك أيضا في المقابل خارطة طريق تستطيع أن تؤدي إلى ليبيا الموحدة وليبيا القادرة وليبيا الديمقراطية وليبيا بدون حفتر وليبيا بدون الطغاة وليبيا في طريق ثالث لا بين هذا وذاك. ليبيا يجب أن تكون واضحة للعالم مع ثورتها ومع شعبها ومع ليبيين جميعا، ولكن يجب أيضا أن يكون هناك وضوح في العمل أيضا على تسمية الإجراءات المالية والعمل على تسريع الوثيرة والعمل على صرف المصرفات في المصارف. يجب أن تحل هذه المخترقات. يجب أن يتولى أيضا العمل على وضوح في وزارة الخارجية الأطفال الذين قتلوا الليلة الماضية وغيرهم والشيوخ، وأيضا الإجراءات أيضا وزارة الخارجية عليها أن تتخذ إجراءات بإبرازهم للعالم ليس الليبيين فقط. طيب هناك تقصير في هذا وألف تقصير. نعم. يجب أن يكون هناك تعاقد بعدم اتباع سياسة المعادنة والحفاظ على ليبيا وطنا وشعبا وثورة. ويجب أن يكون هناك مراجعة للسفارات لأنها مربط إشكال كبير. طيب سيد إسماعيل، سيد محمود إسماعيل، دعني أعود إلى إسماعيل المحيشي. سيد إسماعيل المحيشي، ربما حفتر يعاني من نقص في الأعداد، والآن ربما هناك إجراءات طلب تجنيد في الداخلية في غريان، وقامت وزارة الداخلية بطرابلس بالرد على هذا الطلب وأنه مخالف للإجراءات القانونية، وكذلك أيضا استعمال الخطاب الجهوي لإثارة النعرات في المنطقة الشرقية، وكأن المعركة هي معركة لصالح برقة وأنها لرفع الظلم عن برقة وما إلى ذلك. مثل هذا الخطاب الجهوي استعماله، هل هو يمثل المعركة حقيقة أو هو لجلب مزيد من الدعم
من ناحية الأفراد لحفتر؟ كل اللي فيه الهزيمة تحصلت عليها التابعة لحفتر ولحفتر نفسه، لم يتحصل لأي مسلسل سياسي ولا دبلوماسي ولا ميداني، بالعكس القوات التابعة له كل يوم تنحرر وتتحلق حجرين، إن بالشأن الدولي وبالشأن الدبلوماسي مع ضعف حكومة الوفاق هذا الدعم حقيقي هذا العدل، ولا تتوقع التي كانت تدعم في حفتر في السابق تستطيع دعمه الآن، هناك متغيرات في الساحة السياسية وما حدث أمس في دولة الإمارات قد تكون له تأثيرات سلبية على المشهد السياسي الليبي، هناك تغيرات ستحدث الأيام المقبلة، هناك تغيرات لها إيجابي على حكومة الوفاق استثمار حفتر وعملية الكرامة لم تكن مبنية على جهوية، بالعكس مبنية على أن يحكم حتى الليبيا اليوم الدين هو أسرته من ذلك، نعم يكون هو استفاد من الانقسام السياسي، استفاد من الإعلام في توصيل تعبئة إعلامية سيئة وجهوية في بعض المناطق، هذه حدثت في ليبيا والكل يعرف، لكن هي ليست حرب جهوية لكن من قبل هذه الأطراف والقنوات الفضائية المعادية استعمالها جهويا لتبرير هذه الهزيمة النكراء. شهدنا قوة وطنية وقوة اجتماعية وسياسية من برقة والمنطقة الشرقية ضد هذا العدوان، حتى أنه مهما حاول حفتر في المنطقة الشرقية إحراز نوع من التظاهر والدعم لهذا العدوان، لكن صدقني لم نشاهد له أي دعم لحد هذه اللحظة. لكن مع كل ما حدث حكومة الوفاق أن يكون برنامج سياسي واضح بالعائلة في تجوع، كانت على وزارة الخارجية إرسال هذه النكبة التي مرت علينا أمس إلى المجتمع الدولي والإعلام الخارجي والإعلام الأجنبي، هذه الجريمة النكرة التي القوات التابعة لحفتر تصف عائلة في مدينة تجورة، هذه كانت صارخة لحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية، وكانت على الخارجية الليبية نقل هذه الكارثة التي حلت في وسائل الإعلام الأجنبية وكذلك الغرب، وإيصالها بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية حتى يعرف العالم وحتى يكون هناك ضغط إعلامي وداعم ورافض لهذا العدوان. هذه النقاط تعتبر نقاط جوهرية، وكذلك الكل يعرف أن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تشهد مرحلة الآن من الانتخابات بحكومة الوفاق تستغل هذه باعتبار أن هناك سلطة محافظ قوي سواء كان لفرنسا ولإيطاليا والاتحاد الأوروبي، وأكيد سيكون هناك استراتيجية الليبية سواء كان بهذا الجانب أو بهذا الجانب، توصيل صورة حقيقية لهذا العدوان إلى مؤسسات المجتمع الحقوقية الدولية والإعلام الأجنبي خطوة مهمة، وعلى حكومة الوفاق استثمارها وكل المؤسسات الليبية استثمار هذه الكوارث ليقوم بالعدوان مدنيين وضد المؤسسات التعليمية وكذلك البنية التحتية والمستشفيات وغيرها من الدولة الخاصة والعامة. نعم، طيب طلب تجنيد من قبل ما في وزارة أو فرع في وزارة الداخلية في غريان يطالب ب يعني تجنيد عناصر جدد في وضع غير طبيعي لمدينة غريان، والآن ربما صدر اليوم بيان من وزارة الداخلية بطرابلس بأن هذا التجنيد وهذا الطلب غير قانوني مخالف للإجراءات، وذكروا عدة أسباب. هل هذا يدل على أن هذا التجنيد لغرض الزج بأفراد الشرطة في هذا القتال؟ نطالبها تكرارا على المجلس البلدي غريان والقوة السياسية وأعضاء مجلس النواب بغريان وكذلك أعضاء مجلس النواب في المجلس الأعلى للدولة بالخصوص وسائل إعلام وتوضيح للرأي العام الليبي وللدولي ما هي الانتهاكات وماذا يحدث الآن في غريان. من خلال تواصلنا مع الكثير من الأصدقاء في غريان هناك انتهاكات وهناك جرائم ترتكب ضد البشرية في مدينة غريان، على المجلس البلدي في غريان توصيل كل ما الآن في غريان إلى وسائل الإعلام الليبية وكذلك الدولية لهذه الانتهاكات، فلابد علينا توحيد كل الجهود الحقوقية في هذا الشأن وتوصيل الصورة الحقيقية للصورة الحقيقية بهذا العدوان في مدينة غريان والمناطق المسيطرة عليها من الانتهاكات. نعم هناك تجديد لأنه الآن بات بين
الهزيمة النكراء، وكذلك هو أكيد عنده قوات، عنده معدات عسكرية، لكن من الواضح ليست له قوات، ويحاول تجنيد الشباب ويحاول إدخال الغربية في حرب أهلية وشرخ اجتماعي. هذه واضحة مع كل ما حدث، علينا توحيد الجهود ونسك الماضي، وعلينا التواصل مع القوى الاجتماعية والسياسية حتى في ترهونة، والمحاولة بقدر الإمكان سحب هذه المدينة التي نعزها كثيرا من هذه الصراعات، لأن حاول حفتر إدخال مدينة ترهونة في هذا الصراع، هي قال بأنه يريد إدخال المنطقة في حرب أهلية كما أدخل المنطقة الشرقية كذلك في هذا الحرب، وهذا سيكون له شرخ اجتماعي. على القوة الاجتماعية والسياسية التواصل مع القوة السياسية والاجتماعية في ترهونة، وحثهم على السحب من هذا العدوان ونكرهم لهذا، وأن يكونوا طرفا محايدا حتى في هذه تعتبر مكسب لنا، لأن الطرف الآخر يريد حرب أهلية ويريد الشرخ الاجتماعي في المنطقة العربية في المنطقة الغربية كما فعلها في المنطقة الشرقية وكذلك في مناطق الجنوب الليبي. نعم. طيب أبقى معي سيد إسماعيل المحيشي، كذلك سيد محمود إسماعيل، نواصل هذا الحوار بعد فاصل قصير. هذا الطيار مرتزق أجنبي يطير على 123، هناك من يقول أمريكي جنسية. عند الدور الإماراتي ومدى توغل أبو ظبي في مستنقع الصراع في ليبيا، حيث أكدت أيضا مقتل 3 ضباط فرنسيين خلال مهمة في ليبيا. أوقف الأمن التونسي 13 فرنسيا على الحدود الليبية مع مصادرة أسلحة وذخائر حية. ونتمنى أن روسيا تدخل في الشأن الليبي بقوة. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، أعود إليك سيد محمود إسماعيل. ربما سيد محمود الآن الدعم المصري لمجرم الحرب حفتر لا يخفى، وهو أيضا مثبت حتى في تقارير خبراء الأمم المتحدة، لجنة الخبراء التي تأسست بناء على قرار من مجلس الأمن. هناك تقارير لمدة طويلة من سنوات يقررون ويثبتون فيه بالصور وبالأرقام مدى الدعم الإماراتي والمصري لمجرم الحرب حفتر، واليوم يصرح رئيس الاتحاد الأوروبي بأن على الأطراف، جميع الأطراف، أن تحترم حظر الأسلحة عن ليبيا. يعني كيف تعلق على مثل هذا التصريح؟ أن هذا نوع من الهرقطة، وهم يدركون حقيقة الدول التي تدعم والدول التي تقدم في مساعدات لمجرم حرب خارج على نطاق الشرعية والقانون والأخلاق والأداب، ولذلك يجب أن يقال بأن هؤلاء يتعاملون بازدواجية المعايير، ولا يمكن أيضا الوثوق فيهم، ولذلك الرسالة الواضحة التي على استخراج أن يتولاها وأيضا حكومته بأن تكون وبشكل جهوري على الليبيين أن يدركوا بأنهم يدركون، ليسوا نوع من الغباء السياسي الذي يحاول قدر الإمكان البعض تسويقه، العالم يدرك جميعا أن
مصر داعم رئيسي بالذخائر، وأيضا الإمارات العربية، وأيضا المملكة السعودية، وأيضا فرنسا. هؤلاء دول دعمت فقط الاتجاه الخارج على نطاق الشرعية، القاتل المجرم المنطخ أيدي بالدماء الذي لا ينتمي لليبيا ولا ينتمي لوطنها، فهو قد خان في الماضي وخان في الحاضر وأيضا خان في المستقبل. الواقع العملي أن هناك إشكال يسميه إشكال، الواقع العملي أن نحن نمر بمرحلة صعبة وصعبة جدا، ولكن عليهم أن يدركوا أن هناك رسائل مؤداها يجب أن يكون هناك أكثر من فريق قانوني يعمل على هذه الملفات، يجب أن يتبناه كهيئة من أجل المطالبة لهؤلاء الرجال الذين سقطوا شهداء بتضحياتهم، أيضا بتعويض بار الإمارات العربية ومصر وفرنسا، أيضا على أن يكون هناك تعويض عادل للليبيين. يجب أن يعاد هذا البناء للذين هدموا تعويضاتهم، يجب أن تكون على هذه الدول الغازية التي تغزو الليبيين، يجب أن يكون هناك متابعة عملية لما يتعلق بالملف، ولا يمكن أن تكون متابعة عبارة عن شكلنا وقلنا. يجب أن يكون خلية نحل تعمل في أكثر من فريق وبكل الإمكانيات المادية واللوجستية الداخلية والخارجية، وأن يكون ما بينهم خبراء أجانب يفهمون في هذه الدول التي يجوز بها رفع الدعاوى. أيضا يجب أن يكون ذلك كذلك، يجب أن يتم العمل أيضا على توثيق هذه الإجراءات بكافة تفاصيلها، ويجب أن يكون هناك إحالة لكافة المستندات بالشكل الفوري الذي لا يتجاوز ساعات. يجب أن يكون هناك وضوح أن وزارة الخارجية عليها أن تفصل إدارة الإعلام الخارجي على وزارة الخارجية، وأن تتضرب كإدارة مستقلة لها إمكانياتها، وأن تتبع أيضا الأمن الحربي أو إدارة الوزارة الجهاز المخابرات من أجل إدارة المعركة بأفضل ما يكون، لأن الحقيقة إلى الآن سيد محمود ربما من يومين طالب السيد محمد العماري بأن تشكل حكومة أزمة أو تعديل وزاري، وكذلك حتى المناصب العسكرية. ليست هذا، وإنما المفروض في أن تكون هناك حكومة نوع حكومة مصغرة، حكومة حرب، لأن نحن في بلد مشن عليه حرب، وصلت إلى عاصمته، احتلت معظم مناطقه، نحن نحتاج إلى حكومة حرب تعلن الحرب على الجميع بكافة أجهزتها ومستوياتها وإجراءاتها وميزانيتها وأموالها ورجالها وشبابها. الجميع يجب أن يدرك أنه إعلان الحرب المتكامل الشامل التي قام بها حفتر واحتل كثيرا من المناطق، يجب أن يكون هناك مواجهة شاملة وتعبئة شاملة، ويجب أن يكون هناك حل للإشكاليات اللي وجه المواطن البسيط الذي ليس له هم إلا فقط إلى أن يأوي لأولاده أو العجائز وكبار السن والأطفال. يجب أن يكون هناك آلية على التجار أن يرعبوا وأن يودعوا جميع أموالهم فيما يتعلق بالمصارف من أجل حل الإشكاليات. يجب أن يكون هناك دعوة واقعية وعملية للجميع من أجل ليبيا. نعم. ومن طيب أجل طيب ليبيا طيب يجب أن يتم إعدام حفتر وعصابته. نعم سيد إسماعيل المحيشي، ربما أيضا نحتاج نعيد الحديث عن ما توارد من أنباء عن استدعاء ستيفاني ويليامز وكذلك سلام غسان سلامة لبعض الشخصيات من صفوف الثوار، وخاصة القادة الميدانيين، لربما للاجتماع معهم. يعني ما معلوماتك حول هذا الموضوع؟ حتى لو القادة المحاور ان هذه المعلومات مغلوطة وليست منها. نعم. ومن اكثر الكوارث التي حلت علينا نحن كليبيين هو الاجتماع مع بعثة الامم المتحدة ومع المنظمات الدولية ومع السفارات الاجنبية بدون التنسيق الدبلوماسي او بدون وجود الخارجية الليبية وبدون وجود حكومة الوفاق. شاهدنا اجتماع غسان سلامة منذ أسابيع مع ما يسمى بمجلس القبائل والأعياد في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية. هذه من أحد الكوارث، هذه الأعمال الفردية التي يقوم بها بعض الأشخاص باسم مسميات لا وجود لها على أرض الواقع، تأثيرات سلبية وتعطي رسالة سلبية وسيئة حتى على هويتنا نحن كليبيين، وكذلك حتى سيادة في ليبيا. أكيد دعوة الأمم المتحدة الآن تسعى لوضع رؤية السياسي الآن بعد هذه الهزيمة النكراء، لكن في الوقت هذا إلى حد هذه اللحظة لم نسمع إدارة من قبل الولايات المتحدة وكذلك للمجلس الأمن على كل الاعتداءات التي قام بها هذا العدوان حول طرابلس وغرب ليبيا. لكن في تقديري أن الأمور السياسية الدولية هناك تغير، وهناك اجتماعات تحدث في الاتحاد الأوروبي لوضع ملامح السياسي، وأن تكون هناك بيان موحد من قبل الاتحاد الأوروبي والكونغرس الأمريكي يناقش الأزمة في ليبيا، وهناك نظرة دولية الآن حول المشهد السياسي، باعتبار أن لا أتوقع أن الرجوع إلى اتفاق
اتفاق أبو ظبي، لأن هذا أصبح موضوع انتهى وبعد عملية هذا الانقلاب وهذا العدوان أكيد هناك سيكون هناك تصور طيب جديد. طيب سيد إسماعيل، سيد إسماعيل الآن أنت تقول هذه المعلومات مغلوطة، هل تنفي مثل هذه اللقاءات؟ بأكثر من ثلاث قرن ربما الصوت سيد إسماعيل لو تكون في تغطية جيدة بحيث نستمع إليك. أكد أنهم إلى حد هذه اللحظة تلقوا هذه المعلومات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، لكن على أساس الفعلي لحد هذه اللحظة لا يوجد أي اجتماع مع القادة الميدانيين مع أي طرف دولي ولا بعثة الأمم المتحدة. ومن هنا يأتي دور مجلس النواب المنعقد في طرابلس أن يكون هو من يتصدر الجهة التشريعية، وأن لا يكون هناك فراغ بين 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 مؤسسات الدولة وبين هذه البعثة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو بين السفراء الخارجية السفراء الدول الأجنبية في ليبيا. على مجلس النواب أن يكون له دور حساس في هذه التواصل مع هذه المنظمات والدول الغربية وسفرائها وبعثاتها حتى تضع النقاط على الحروف ولا يكون هناك تداخل في الداخل. نعم نشكرك سيد إسماعيل المحيشي المحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أعود إليك سيد محمود إسماعيل. ربما سيد محمود هذا السلوك من البعثة يعني صار يعني دارج ومعروف عند عامة الليبيين، التقاء البعثة بشرائح من المجتمع وبحجة كثير من الحجج، ولكن من ضمنها هي ربما بخروج برأي سياسي موحد من قبل المجتمع الليبي كما يقولون. ومثل هذه اللقاءات لو صحت كما توارد الأنباء بلقاءات في تونس من لبعض القيادات كيف تعلق؟ دعني أقول بشكل واضح وجلي بأن مبعوث الأمم المتحدة واستبدال مبعوث الأمم المتحدة ومراجعة الاتفاقية المبرمة معها أمر هام وهام جدا. إذا أردنا ليبيا يجب أن يكون هناك رسالة واضحة للمجتمع الدولي من حق الليبيين أن يغيروا هذا المبعوث الذي بين أنه فاشل وغير قادر ولا يستطيع أن يكون نزيها فيما يتعلق بإدارته للأزمة، وينتمي إلى الإمارات وينتمي إلى فرنسا ولا يمكن أن يستمر. من الناحية الثانية على الليبيين أن يعدوا أيضا ويقدموا للعالم أيضا جزءا من برنامج سياسي ماذا بعد، أي أنه يجب أن يكون هناك خارطة الطريق. على الجميع أن يدرك بأن غسان يسعى إلى إيقاف إطلاق النار مع البقاء، ولذلك يجب أن يكون رد الليبيين يجب أن يطرد غسان أو يجب أن يقال بأنه يجب أن يذهب. لا يمكن التجانس مع الخطأ. كفى الليبيون دمارا وضياعا من خلال وعود خلب وخيال يتلوه خيال من قبل غسان بأنه مؤتمر وجامع وغيرها من أجل تسليم ليبيا، ولكن حقيقة باءت بالفشل وكسرت قواتهم على أعتاب أسوار طرابلس عاصمة ليبيا. الواقع يجب أن يكون هناك توجه من قبل مجلس النواب إلى تعلية مهما كان عددهم، إلى تعلية سقف المطالب وإعلان ما يتعلق بوضوح، وأن تكون هناك لجنة خارجية تشتغل وأيضا لجنة قانونية تقوم بمراجعة التشريعات الماضي، وأن تحاول قدر الإمكان إرسال رسائل للعالم بأننا ساعون إلى ديمقراطية وأن نطمن الجميع بأننا نحن مع العالم. ولكن هل كان العالم أو سيظل العالم معنا مع ديكتاتور؟ يجب أن يكون هناك وضوح أن الإجراء القانوني مهم ومهم جدا وأن المتابعات أهم. يجب أن يطلب وزير الخارجية من كل سفرائه أن يخرجوا يوميا في مؤتمر صحفي وأن يتكلموا في كل إذاعة، ومن لا يتكلم فهو مجرم. يجب أن يكون هناك استبدال للمتخاذلين من السفراء والقائمين بالأعمال الراقصون والحالمون بعودة الدكتاتورية وحصر. يجب أن يكون هناك أيضا وضوح في أن ليبيا مقبلة غير مدبرة نحو ديمقراطية وأن لا يمكن أن تعيد حكم الفرد. يجب العمل على أن يكون هناك تسهيل للمبالغ المالية التي تم اعتمادها من أجل الفقراء والبسطاء والموجودين بالميدان والرجال الأشاوز. يجب أن يكون هناك أيضا إشراف للآخر. يجب أن يكون هناك أيضا آلية لتغيير ما يتعلق بالدائرة الاستراتيجية الموجودة في المجلس الرئاسي من استشاريين وغيرهم. يجب أن يكون هناك توسع للعمل. يجب أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق. لدينا نتائج يجب أن تحقق وأعمال يجب أن تدرس ونتائج يجب أن تكون هناك. أيضا يجب بكل قوة أن نقول لا وألف لا لبقاء الدجال حفتر في أي صورة كانت. نعم سيد محمود، أما غير ذلك فهراء. سيد محمود إسماعيل، ربما كثير من القرارات صدرت من المجلس الرئاسي، ولكن الكلام في التطبيق وتفعيل مثل هذه القرارات
بحيث تبدا واقع. الان قضيه المتخاذلين والمقصرين في اعمالهم ربما صرح السيد فايز السراج ستتم متابعتهم وتشكيل لجنه ربما، لا ولكن لم نرى شيئا. ليس هذه الاداره لا يكفي صرح، يجب ان تتم تشكيل لجنه لتقصي الحقائق ومعرفتهم بالشخص، ما الذي لا يمكن ان يعمل عليه ان يرجع وعليه ان يعال. لا يمكن للليبيين ان يصرفوا الملايين ودماء اطفالهم وبناتهم ورجالهم يتسيل من اجل عمل دجال ومن اجل ان يكون هناك ايضا راقصون او رقصات الذين يدغدغون العواطف ويدعون ان هذا هو الجيش. اي جيش؟ هل هؤلاء الميليشيات المتبعثره المهزومه التي تدل دلاله واضحه على انهم حقيقه ماجورون ومرضى ومرضى نفوس ومرضى ايضا هؤلاء السكارى واشباه السكارى الذين معربدون الذين نقلت بعض صورهم وبعض تصريحاتهم وبعض اشرطتهم حقيقه تدل لعنه حقيقه انهم فعلا وهون وغير قادرين على الاستمراريه. الليبيون يريدون جيشا ليس هذا الجيش وليس حفتر. الليبيون يريدون حريه لم تحكمهم ولن تحكمهم مصر، بل بالعكس ليبيا حكمت مصر في اكثر من مره. وليرجع التاريخ ولتدرك الامارات العربيه ان ليبيا اكبر من ان تحاول قدر الامكان السيطره عليها. يدرك الجميع بان ليبيا نعم بها بعض المرضى الخونه الذين ابتاعوا او ابتيعوا الى الامارات العربيه وغيرها بالاموال والرشاوى، ولكن هذا لا يستمر ولن يستمر ابتداء من وين هي سفارتنا؟ لماذا البقاء مع سفاره ونحن لم يتم سحب السفراء؟ هناك ايضا قناصل موجودون بالدوله الافريقيه يجب ان يتم ارجاعهم، هناك اجراءات يجب ان تتخذ. ما يشتغلون لا يشتغلون الا مجرد ساعات او يشتغلون بنزوات او عندما يغضب الناس، لا يشتغلون وكان هذه الدماء هي الدماء الطاهره الزكيه التي تدافع على العاصمه وتدافع على ليبيا، لا يشتغلون وكانهم حقه ويحاولون ان يكونوا صفا واحدا. هؤلاء حقيقه خلقوا ويبدا ان بعضهم خلق لكي يكون عبدا لا ان يكون حرا، غير قادر على ادراك ان ليبيا اكبر من الجميع واقوى من الجميع وتكون للجميع بالعداله، لكن مع حفتر لا والف لا ولا والف لا ايضا لاي مساومات او مكاهنات. الذين يجتمعون من وراء الكواليس ما هم الا عالقون، ولذلك لا يستطيعون ان يقدموا رجلا الا ويؤخروا اثنتين، وليبيا ستستمر وستنتصر ثورتها وستنتصر الرجال وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. نشكرك السيد محمود اسماعيل الباحث في الشان القانوني والسياسه، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه، كما نشكركم ايها المشاهدون على طيب متابعتكم، والى لقاء في حلقة أخرى وتغطية أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور يا مرحباً.